تذكر لما قلت لي ان الانسان شلون يعرف اذا هو يحب ولا لا؟ ايه قلت لك وايد اسباب مو سبب واحد بس. اي بس في شغله قلتها يعني واحد من الاسباب انه اذا كان الشخص هذا مو موجود تحس ان يومك ناقص. جابر انا مو بس يومي ناقص انا احس حياتي كلها ناقصه. والله يا ثنيان ما راح استحي منك بس طول ما انت كذي تخاف من اهلك يزاك وتستاهل زين يصير فيك. لا يبا خايف من اهلي ولا شيء الموضوع اصلا انا هذا عديته. عيل شو اللي مانعك؟ ما اعرفها ما احس اني اعرفها عدل. شو اللي مانعك انك تعرفها عدل؟ ما ادري جابر يا اخي متوهق ما ادري من وين ابتدي. من اي مكان المهم انك تعرف.